يتخذون الرصيف خشبة لمسرحهم الذي يتجمهر عليه متعطشو العروض المسرحية التي غابت عن مدينتهم الموصل لسنوات طويلة بسبب الحرب وما لحق بها من دمار مسارحها. هنا اجتمعنا مع باقي محافظات العراقية على أرض الحدباء الجميلة لنقدم عروضنا في مسرح الشارع، وهو مهرجان ومؤتمر في هذا المسرح الشارع بعد ما عانت هذه المدينة من ويلات، ولكن الحمد لله الآن أصبح الوضع آمن بفضل قواتنا الأمنية وبفضل مبدعيها الذين أبدعوا في هذا المهرجان. رفع الستار عن العرض الأول لمهرجان مسرح الشارع بنسخته الثالثة والذي أقيم على رصيف منصة الاحتفالات في مدينة الموصل، شاركت به فرق مسرحية محلية بأعمال متنوعة جسدت صورا عن الواقع الذي تعيشه البلاد. مسرحية الشارع يعني مثل ما تقول يعني أنت دا توصل طاقاتك وإمكانياتك ودا توصل الفن، دا توصل للشارع الشارع الموصلي، يعني بدل ما انه انت تقعد بمسرح وهو يجيك صعب القدوم اليك، فانت تتفضل للشارع تقدم ما عندك ما 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 يوجد عندك بداخلك توصل للمواطن. منذ ان تحررت مدينة الموصل ولا تزال اوساطها الفنية تطالب بإعادة تأهيل مسرح الربيع الذي تعرض للتدمير على يد تنظيم داعش الإرهابي، الا ان هذا المسرح العجوز المدمر اجبرهم على اتخاذ الأرصفة والطرقات لإقامة نشاطاتهم المسرحية من خلالها. الموصل كما تعلم ان القاعات الان اصبحت مهدمة، ولحد هذه اللحظة لم تمتد اليها يد الإعمار أو البناء. نحن الآن بحاجة إلى إعمار قاعة أو قاعتين حقيقة، كما حدث مع مسرح الجامعة قبل فترة، أعيد إلى العمل وأعيد إلى استقبال العروض المسرحية. تمرن بأماكن مهجورة عن مدى صوت لا يزعج الآخرين، وكنا أماكن يعني هي ما مؤهلة للتمرين والتدريب، نبقى أوقات طويلة جدا يعني، وماكو أي دعم كان عندنا. احنا بأبسط الأشياء حاولنا أن نطلع هذا العمل بسيط. مسرح الشارع نافذة ثقافية جديدة طرحت نفسها لتكون إحدى الفنون التقليدية في مدينة الموصل، أسهمت بإنشاء فرق مسرحية متعددة من جميع مكوناتها، وأعطت للمسرح قبلة الإنعاش التي أسعفته من احتضار القمع والإهمال. أنس الشرقي من الموصل، قناة الرشيد الفضائية.